القهوة إحدى المشروبات المهمة في العالم والتي تقدم بطرق وعادات مختلفة. في ناس تشربها عشان تصحى الصبح وتصحصح، وفي ناس تشربها بعد الأكل برضو عشان تصحصح، وفي ناس تشربها في كل وقت قبل وبعد الأكل. عشان نعرف إذا القهوة فعلا زي ما بيقولوا بتثبت الوزن وإيش علاقتها في موضوع الوزن، استضفنا في الاستوديو اليوم المدرب الرياضي وأيضا أخصائي التغذية نجم زياد. أهلا وسهلا فيك نجم. حياك الله وحيا سادة المشاهدين، حياك الله نجم. يعني إحنا زي ما أنت عارف يمكن القهوة عند كل الناس موجودة، صح. عند كل الناس فعليا، سواء إحنا عندنا في الخليج القهوة العربية معروفة، سواء في الخارج القهوة التركية أو القهوة البلاك. هل صحيح بداية أنه القهوة لها علاقة في تثبيت الوزن؟ أول شيء أعطيكم معلومة عن القهوة يمكن البعض ما يعرفها. ثمرة القهوة يقال أنها ثاني أكبر سلعة تداولا في العالم بعد النفط. أنا عارف. صحيح. فالقهوة يعني مو إنه بس مشروب نفسي، فعليا فوائده كثير. طبعا في يعني أغلب اللي يتردد عن فوائد القهوة يقول لك إنها ضارة، ولكن ليش ومتى تضر وكيف؟ ليش ضرر القهوة موجود؟ قول لنا. طيب أول شيء القهوة وعلاقتها في ثبات الوزن، هذه أكبر شائعة موجودة عندنا، وهذا الكلام نظريا وعلميا غير صحيح. ما بتثبت الوزن؟ لا، هذه الخلاصة. طيب. لأن القهوة ما تثبت الوزن. أنا أقول لك ليش. أول شيء القهوة فيها مادة الكافيين. مادة الكافيين تعتبر منشطة للجهاز العصبي، فكيف حاجة منشطة بالمقابل تثبت الوزن؟ عدا عن كذا لاحظي أن اللاعبين والرياضيين يستخدموا القهوة. طب إذا كان لاعب وكان رياضي والقهوة تثبت وزنه، هذه فيها مشكلة على مسيرته. طب بالعقل ليش هو يستخدم القهوة دام هي تثبت الوزن؟ لكن من مين نسمع للأسف هذه الخرافة أو نقول هذه الإشاعة؟ غالبا من مدربات الأندية، المدربات السيدات، انت حددت التاء، وبعض المدربين اكيد. أيوة. وبعض المدربين اكيد، ولكن الغالب المفاهيم الخاطئه تكون عند المدربات النسائيات الغالب. اوكي، مدربات نسائيات بالضبط. نوع ما انا هذا اللي شفته في مجالي كامل صراحه، لكن اكيد احنا عندنا اخطاء اكيد. طيب ليش خطر؟ بس خليه يجاوب. طيب. لانه هو عدانا السؤال وما جاوب عليه. هي شربها مو خطر بشكل مباشر. طيب. شربها يكون خطر في حاله الاكثار. إذا كثرنا من القهوة إحنا هنا رفعنا نسبة الكافيين في الجسم، ممكن تسبب لك اضطراب في نبضات القلب. أكثر ناس يقول لك أنا ما أقدر أنام، نرجع نشوف سيرته اليومية يشرب القهوة بكثرة. زي مشروبات الطاقة يعني. بالضبط. على فكرة أنواع القهوة تحتوي على الكافيين أكثر من مشروبات الطاقة. في بعض يقول لك مثلا مشروب الطاقة الفلاني مثلا في نسبة كافيين عالية أو صح، غير صحيح. كوب قهوة واحد كفيل إنه يعطيك ممكن عن علبتين مشروب الطاقة. بس في قهوات دي كاف يعني ما فيها كافيين بيكون. صحيح، يكون موجودة، يكون موجود عليها. مثلاً هذا هنا أنا أتكلم عن العامل النفسي، وبعضهم يبغى الطعم، أنا بس أبغى أشعر طعم القهوة، أنا هنا أحس إني طعم برضو هي ترتفع هرمون السعادة. هي في ممكن ناس يعني يحبوا يشربوا القهوة كاستطعام، يقول لك مثلا نحس نكهة البن بالله كده، كمان لو قهوة تركي بوجه يعني ما نقول لا. بس نجم خليني أسألك، كيف نقدر نشرب القهوة بشكل صحيح في الدوام، في الامتحانات، داخلين على رمضان؟ صح. أكبر أيوة. مشكلة تواجه الناس في مع القهوة برمضان، لأنه يكون متعود مثلاً يشرب قهوة الصباح، العصر، الليل، فجأة يجي رمضان ما يقدر إنه يشرب القهوة. هذه يصير عنده مشكلة. هنا نخش في حالة إدمان الكافيين. الكافيين الموجود في القهوة عبارة عن إدمان. طبعاً. بالضبط. فالواحد لما يبدأ يفكر إنه يخش على رمضان ما يقطع القهوة، يبدأ يخفف منها بالتدريج عشان ما يصير الأثار انسحابية. ممكن يصدع إذا كان يشرب قهوة كمية عالية وقطعها، ممكن إنه يصدع. إذا كان مثلا يتمرن ومتعود يشرب قهوة راح يقل أداؤه في النادي. ممكن أبي ينكد على اللي حواليه أول يوم في رمضان ده، صراحة الناس أيوة. اللي يشربوا قهوة صح. لا تقربهم. نفس المدخن. أول مدخن مظبوط يعني دول صعبين جدا بالضبط. يعني عاد بالذات يجيك شخص مدخن ويشرب قهوة، الله أكبر. أول يوم رمضان بطلع من المطبخ أشرد، نسبة الطلاق ترتفع. طيب احنا من اول بنتكلم على يعني الاثار السيئه للمضار القهوه، خلينا صح. نقول خلينا نتكلم طيب على فوائد القهوه. اكيد القهوه لها فوائد. صحيح. وهل تختلف يعني القهوه يعني فائدتها لجسم الانسان، سواء اذا اضفنا حليب او سكر؟ صحيح. او جميل جميل. لم نضف هذه الحاجات يعني. طيب اول شيء القهوه انا زي ما ذكرت اولا انها رافعه للاداء. فرضا انه الشخص يتمرن، ممكن انه مثلا ياخذ مثلا كوب قهوه قبل النادي، هذا يكون كفيل او غني عن مشروبات الطاقه اللي ممكن انه ياخذها قبل التمرين الموجوده. بسكر ولا من غير سكر ولا كيف؟ ما يفرق، وراح اتطرق لنقطه السكر. طيب تمام. ثاني حاجه انواع القهوه ما تفرق، لانه غالب الناس ياخذها عشان بس الطعم، ولكن في الاخير هو محتواها واحد. مهما كان هو محتواها واحد. ثاني حاجه بخصوص فوائد القهوه،
بإمكاننا أنه إحنا نأخذها كمثال. مثلا خلينا يعني كيف أوصل لكم الفكرة، مثلا ممكن أنه إحنا مثلا نأخذها مثلا على الريك، صحيح، لكن فعليا انه اكثر المختصين ينصحون انك ما تاخذها على الريك لانه ممكن تسبب تقرحات في المعده. ايوه صحيح. مع الاسف. ايوه صحيح. طيب نجم، يعني احنا يمكن عارفين في بعض الناس عندها هذه المعلومه، وفي ناس ما تعرف انه القهوه فيها صفر كافيين، ما فيها عفوا كالوري. صحيح. صحيح صحيح. طيب لو قضى الانسان يعني وقت طويل مثلا في يوم من يومه وهو بس بيشرب قهوه الين ما يجي بعدين ياخذ وجبه معينه، او جاء قسم وجباته عاد فطور وغدا وعشاء، ولكن القهوه تتخلل هذه الاوقات كلها، هنا ايش هيكون تاثير القهوه على صحه هذا الشخص؟ وهل صحيح ممكن يكون لها سبب في انه هي بيعبي بطنه مثلا بالمويه والقهوه بس ما بيتخن؟ في الاول والاخير الشخص هذا راح يخش مرحله ثبات الوزن، هو كان يعتقد انه انه, إنه الثبات من القهوه. في الاخير ثبات الوزن كان من قله الاكل. الان جسم الانسان مثلا الاناث لازم يوميا ما ياكلوا اقل من 1200 سعره حراريه، اقل من 1200 ما ياكل، يعني هذه بس علشان الجسم يشتغل بشكل سليم. والرجال طبعا 1500 سعره حراريه، هذا يعني اقل تقدير. هل اذا كنا جالسين في البيت ما عندنا شغل، ما عندنا بس عشان جسمك يشتغل، انه انت تتنفسي تعيشي جسمك يشتغل بالضبط. هذا هو. في شخص يقول انا وزني ثبت، وزنك ثبت بسبب قله اكلك، انت اكلت وجبه واحده في اليوم فيها ما يقارب 600 500 سعره حراريه. اذا نحف راح يثبت وزنه بعدين. بس والله على ارض الواقع يعني عندنا زميلتنا عبير، يعني خليني اقول يعني لو يشوفها الواحد في اول حلقه في الموسم مو زي اليوم صراحه. هي حافه انها تقولها قبل، لا لانه انا شاهدت على هذا الاختلاف كبير جدا. وبسبب ايه؟ عبير مدمنه قهوه، يعني صارت تنشغل في الدوام ما تاكل بس تشرب قهوه، وبالفعل شفنا وزنها نزل. هل انت حارمه نفسك من الاكل؟ ايوه. لا. ما بتفطري ولا بتتغدي. ايوه بس باكل يعني، بس يعني بخلص الحاجه بعد الليل يعني برجع البيت يعني عادي، بيصير تلتزمي بالاكل صحي الى ما يخلص يومي. مين صحي؟ اي حاجه بالزايد باكل تشوف. تمام. هنا احنا دخلنا انه انت اصلا اكلتي اقل من احتياجك اليومي من السعرات. اي صحيح. بس راح توصل لمرحله يثبت فيها وزنك، هذا شيء خليكي متاكده منه. ايوه. هذا مو تحطيم، ولكن هذا الواقع، لازم انت تتبعي خطه غذائيه. لا بالعكس، مو متحطمه، مبسوطه. لانه انت وصلتي لجزء من هدفك. وهذا شيء منطق. ولكن ممكن انا مثلا يجيني شخص يقول لي القهوه ثبتت وزني. انا اقول له صح، ثبت وزنك. واحد يشرب قهوه مرتين ثلاث مرات في اليوم، يروح كوب القهوه الواحد فيه من 5 إلى 7 ملاعق سكر. لا، هنا ممكن يكون اختلف الوضع شويه بكثير. افتحي ظرف السكر الواحد لما انت تشتري، جربي وزعيه على الملاعق، راح تلاحظي انه ظرف السكر الواحد راح يملا لك من ملعقه الى ملعقه ونص. فطبيعي الواحد وزنه يثبت. انت تشرب في اليوم 3 أكواب قهوه، عدا عن انه يحط مثلا فيها حليب، طبعا ما في مشكله في الحليب. ولكن اذا انت حتحط معها سكر وتحط معها حليب، انت كذا تقريبا كانك اكلت وجبه. صحيح. هو ياكل في اليوم وجبتين. طيب نجم، بحكم انك انت اخصائي تغذيه، القهوه اكيد زي ما لها منافع اكيد لها اضرار، وكثير مثلا بنسمع في دراسات صارت مستحدثه اخيرا انه مثلا ممكن تسبب مشاكل في القلب. في ناس يقول لك لا ما بتسبب مشاكل في القلب. صح. في 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 كذا شيء. بس خلينا ندخل للاضرار للناس اللي بيدمنوا القهوه بشكل مبالغ فيه، ايش ممكن تسبب لهم؟ غالبا الشخص اللي يدمن على القهوه بشكل مبالغ فيه جسمه يتعود عليها. طبعا الاضرار ما حتصيبه وقت الادمان، حتصيبه لما يبدا يخفف منها، لانه الشخص لازم مع الوقت يبدا يخفف منها. تمام. ممكن تسبب له اضطراب في ضربات القلب، يشوف قلبه مثلا ما هو مضبوط، يدق زياده عن اللزوم. لانه هي زي ما قلت لك هي منشط. صحيح. صحيح. طبعا هي تسوي اضرار للبول. مضبوط. كذا يعني ممكن تاثر على الكلى اذا الواحد ما بيشرب مويه وبيعوض. طبعا هذه برضه لها فائده صحيه، مثلا تلاقي شخص مثلا عنده مثلا مويه زايده في الجسم يشرب قهوه عشان يحاول يطلع السوائل الزايده من الجسم. زي ما اقول هذه واحده من المنافع والمضار. ايش يعني متى اقول هذا نافع هذا ضار؟ الكميه. نعم. يعني الكميه اللي استخدمها. نجم، احنا نفهم انه هل القهوه الحين اخيرا وليس اخرا القهوه تثبت الوزن ولا لا؟ قاعده، اذا احنا قاعدين نقول للناس كل شوكليت تنحفوا، اقول القهوه ضاره؟ لا. ايش اللي يعتمد هذا ضار هذا هذا مفيد؟ الكميه كمجمل. الكميه كمجمل. واحده من الاشياء اللي يمكن احنا نخلي فيها القهوه او نزيد فائدتها السكر الدايت. انا والدتي الله يخليهم ماتنا اجمع ابدا ما تتقبل السكر الدايت، مستحيل. في يوم من الايام قالت لي سوي لي كوب شاي، سويت لها كوب شاي وجبت لها، حطيت فيه سكر دايت بدون ما تعرف. طيب كنت اول قدامها افك السكر دايت احطه تقول لا ما ابغى. لما شربت الكاس وخلصت نسيت الموضوع، قلت لها ايش رايك في الشاي؟ قالت حلو. قلت ترى سكر دايت؟ قالت لا. فالموضوع طلع نفسي. نفسي مظبوط. الموضوع نفسيا. لو احنا بدلنا السكر الابيض بالسكر الدايت راح ترتفع
منافع القهوه راح نستفيد منها صح، وهنا راح تصير صفر سعره حراريه. الواحد مرات يشتري قهوه يحط فيها طن سكر يقول لك صفر سعره، من وين صفر سعره؟ لا خربتها انت كذا، انا كتبت وجبه فعليا قهوه حليب سكر وجبه. مزبوط صحيح. وزي ما بتقول دائما القهوه خف علينا على مودي الدرجه. المدرب الرياضي واخصائي تغذيه نجم زياد، شكرا لتواجدك معنا اليوم. شكرا لكم جميعا. مشاهدينا هنطلع فاصل واكيد مكملين معكم.